السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هشرح منهج اكتشف لكي جي وان، المحور الثالث، كيف يعمل العالم، الفصل الأول والثاني والثالث والرابع. وهنبدأ بالفصل الأول، حركة الأشياء، وهنا هيكتشف الأشياء الموجودة في الفصل كيف تتحرك، وهيتعرف كمان على المواد التي تصنع منها تلك الأشياء، وهيتعلم كمان ازاي يقدر يجمع الاشياء علشان يبتكر شيء جديد. عندي هنا في الكتاب بيقول عد الادوات المدرسيه، كم عدد الادوات الموجوده في كل مجموعه، اكتب الرقم. في الصوره اللي قدامي في مجموعه ادوات مدرسيه مختلفه ومتنوعه، بعضها يستخدم في الكتابه والبعض الاخر بيستخدم في ايه، ابتكار عمل فني. يلا بينا نتعرف عليهم. هنا أول صورة عندي صورة إيه؟ دي صورة الكتاب بتاعنا، كتاب اكتشف. طيب كم كتاب عندي هنا في الصورة؟ يلا نعد، كتاب واحد، يلا نكتب واحد. طيب الصورة التانية، إيه اللي في الصورة اللي قدامي ديت؟ ها دي صورة أقلام رصاص. طيب القلم الرصاص بنستخدمه في إيه؟ بنستخدمه في كتابة، ها بنستخدمه في كتاب إيه؟ كتابة الواجبات المدرسية. برافو عليكم. طيب كام قلم عندي في الصورة؟ يلا نعد مع بعض، واحد اثنان ثلاثة، يبقوا كام؟ يبقوا عندي ثلاثة أقلام، يلا نكتب ثلاثة. بصي يا مامي، لو ابنك حابب يشارك معايا كنوع من التحفيز اكتبي اسمه في تعليق أسفل الفيديو، وأنا هقول اسمه من خلال الفيديو. يلا نكمل مع بعض الصورة الثالثة. مين يقول لي اللي في الصورة ده ايه؟ ها برافو عليك، ده مقص. طيب كم مقص عندي؟ يلا نعد، واحد اثنان، يبقى اثنان، يبقى هنكتب اثنان. طيب الصورة الثالثة صورة ايه؟ دي صورة الوان شمع بنستخدمها في ايه؟ برافو، بنستخدمها في التلوين. كم لون عندي؟ يلا نعد، واحد اثنان ثلاثة اربعة، يبقى هنكتب اربع الوان. طيب الصورة الرابعة صورة ايه ديت؟ دي صورة السبورة اللي بيشرح عليها المعلم الدرس في الفصل. كم سبورة عندي؟ يلا نعد، واحد، ايه ده؟ دي سبورة واحدة، يبقى هنكتب واحد. الصورة الخامسة صورة ايه دي؟ برافو عليك، صورة ألوان بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في تزيين الكراسة بتاعتنا، وكمان بنلون الرسومات اللي بنرسمها. طيب كم لون عندي؟ يلا نعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يبقى عندي كم قلم؟ خمس أقلام، يلا نكتب رقم خمسة. الدرس الثاني، كيف تتحرك الأشياء. هنا بيقول صل كل أداة بالكلمة التي تعبر عن حركتها، يمكنك توصيل أداة واحدة بكلمتين معا. وهنا عندي في الصورة اللي قدامي قلم ألوان، كتاب، بلية، قالب. وهنا عندي الناحية التانية كلمة تدحرج وانزلاق. يلا نتعرف مع بعض يعني ايه تدحرج. تدحرج يعني ايه؟ يعني دوران الشيء حول نفسه. طيب والانزلاق يعني التزحلق على جانب واحد، يعني زي ما انت لما بتروح الملاهي وبتركب المراجيح اللي هي الزحليقة، مش انت بتطلع على السلالم كده وبعد كده تبقى انت قاعد فوق ومرة واحدة بتزحلق لتحت، يبقى هو ده اسمه ايه؟ اسمه التزحلق. طيب هنا هنوصل كل أداة بالكلمة التي تعبر عن حركتها. هنا عندي القلم الألوان، القلم الألوان ده يتدحرج ولا ينزلق؟ ها طبعا قلم الألوان ممكن يتدحرج، يعني ايه؟ يعني يدور حول نفسه. وايه كمان؟ يعني كمان ممكن ينزلق على جانب واحد، يعني القلم الألوان هنوصله بايه وبايه؟ ها برافو، التدحرج والانزلاق. تاني حاجة عندي الكتاب، الكتاب يتدحرج ولا ينزلق؟ ولا ينزلق. ها الكتاب يعني ينفع يدور حول نفسه؟ طبعا لأ. طيب ينفع يتزحلق على جانب واحد؟ اه طبعا ينفع، يبقى هنوصله بكلمة انزلاق. عندي بعد كده بلية، البلية دي تتدحرج ولا تنزلق؟ طبعا البلية مالها؟ بتدور حول نفسها. طيب ينفع تنزلق؟ لا
لا طبعا ما ينفعش، يبقى هنوصل البلية بإيه؟ هنوصلها بكلمة تدحرج. آخر صورة معايا صورة قالب. القالب يتدحرج ولا ينزلق؟ ينفع القالب يتدحرج يعني يدور حول نفسه؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب ينفع ينزلق على جانب واحد؟ آه طبعا ينفع. يبقى القالب هيبقى إيه؟ القالب، ها برافو عليكم، ينزلق. يبقى هنا هنوصله بكلمة ينزلق. الدرس الثالث، وهنا هنقول للتلميذ ان جميع ادوات الفصل مصنوعة من ايه؟ مصنوعة من احدى المواد، وهنا هيتعلم كلمة مادة، وان كل شيء في عالمنا مكون من ايه؟ مكون من مواد، وهناك اشياء كتيرة مصنوعة منها زي الخشب والزجاج والبلاستيك والمعدن، ونتعرف عليهم عن طريق ايه؟ عن طريق حواسنا اللي هما العين. العين يعني احنا بنشوف الشيء اللي قدامي مصنوع من ايه. طب والاذن؟ الاذن ان احنا بننقر عليها نتعرف على صوتها. طيب واليد؟ ان احنا هنلمس كل مادة ونتعرف على ملمسها اذا كان صلبا او لينا او ناعما او خشن. وهنا في الصورة اللي قدامي بيقول المواد الموجودة في فصلنا، ضع دائرة حول الشيء المصنوع من المادة المكتوبة فوقه. وهنا عندي 6 مربعات مرسومة على الصفحة وبداخلها صور وفي كلمات فوق كل المربعات. أنا هقرأ وانتوا اقروا ورايا. أول كلمة معايا الزجاج، الزجاج، الزجاج. القماش، القماش. المعدن، المعدن. الخشب، الخشب. البلاستيك، البلاستيك. الورق، الورق. وهنا أول مربع عندي في صورة إيه؟ صورة إبريق وصورة نافذة. أيهما مصنوع من الزجاج، الإبريق ولا النافذة؟ يلا مع بعضينا. الإبريق مصنوع من إيه؟ شكله باين عليه مصنوع من المعدن لأنه له صوت إيه؟ له صوت مميز. طيب النافذة مصنوعة من إيه؟ طبعا النافذة مصنوعة من الزجاج لأنني أستطيع الرؤية من خلالها. فهي إيه؟ فهي شبه البرطمان اللي عند ماما في البيت، البرطمان الزجاجي يمكنني الرؤية من خلاله. فنضع دائرة حول إيه؟ حول النافذة. طب المربع التاني صورة إيه؟ عندي صورة منضدة وتيشيرت. أيهما مصنوع من القماش، المنضدة ولا التيشيرت؟ طيب شوف المنضدة، المنضدة مصنوعة من إيه؟ من الخشب. أما التيشيرت فهو من الملابس التي إيه؟ اللي أنا بلبسها أو أرتديها. طيب والملابس مصنوعة من إيه يا كيجي؟ الملابس مصنوعة من القماش، برافو عليكم. فهضع دائرة حول التيشيرت. طيب عندي المربع الثالث صورة إيه؟ عندي تيشيرت وإبريق. إحنا قلنا التيشيرت مصنوع من إيه؟ مصنوع من القماش. طيب والإبريق مصنوع من إيه؟ الإبريق مصنوع من المعدن. يبقى أيهما مصنوع من المعدن؟ التيشيرت ولا الإبريق؟ برافو عليكم، كده فهمتوا الدرس. يبقى الإبريق هو إيه؟ هو اللي مصنوع من المعدن، والمعدن إيه؟ معدن صلبا يصدر صوتا مميزا. يلا الصورة الرابعة، هنا عندي المربع الرابع صورة منضدة ونافذة. أيهما مصنوع من الخشب؟ المنضدة ولا النافذة؟ برافو، زي ما قلنا المنضدة تصنع من ايه؟ من الخشب. طيب والنافذة؟ النافذة مصنوعة من الزجاج، برافو عليكم. يبقى هنا نختار ايه؟ المنضدة، ان هي مصنوعة من الخشب، ونضع دائرة حولها. المربع الخامس، هنا عندي زجاجة مياه ومنضدة. ايهما تصنع من البلاستيك؟ ها احنا قلنا ايه؟ المنضدة تصنع من ايه قبل كده؟ قلنا من الخشب. طيب وزجاجة المية تصنع من ايه؟ ها زي ما احنا شايفينها كده مصنوعة من ايه؟ من البلاستيك. يبقى هنا، يبقى ايه المصنوع من البلاستيك؟ هنا زجاجة المية. نضع دائرة حول زجاجة المية. طيب المربع السادس، هنا عندي كتاب وإبريق. أيهما مصنوع من الورق؟ ها الكتاب مصنوع من ايه؟ طبعا الكتاب اللي أنا بكتب فيه مصنوع من ايه؟ مصنوع من الورق. طيب أما الإبريق زي ما قلنا فهو مصنوع من إيه؟ زي ما قلنا قبل كده هو مصنوع من المعدن. يبقى هنختار الكتاب ونضع دائرة حوله. هنا بيقول لي ارسم شيئين رأيتهما في الفصل
ثم صل بين الشيئين والمادة المستخدمة في تصنيعهما. هنا هنرسم مثلا منضدة، وهنرسم مثلا ايه كمان في الفصل ممكن نشوفه، نرسم كتاب او اي حاجة انت بتشوفها. مثلا المنضدة مصنوعة من ايه؟ مصنوعة من الخشب، فهنوصلها بكلمة خشب الموجودة من اسفل. طيب والكتاب مصنوع من ايه؟ مصنوع من الورق زي ما قلنا، يبقى هنوصله بكلمة ورق اللي موجودة من اسفل. الدرس الرابع، وهنا هنتعرف على المواد وسنكتشف كيف تعمل الأشياء في هذا العالم إذا وضعنا المواد مع بعضها البعض. يعني لما نحط مادة مع مادة هيعطينا إيه؟ يعني إيه هي المادة؟ ما هي المادة المستخدمة في تصنيع هذه الأشياء؟ بيقول لي هنا انظر إلى كل صورة وتحدث عن المواد التي صنعت منها تلك الأشياء. هنا جايب مجموعة كلمات، يلا نقرأها مع بعض. يلا. الزجاج، الخشب، القماش، البلاستيك، المعدن. وتحتيهم هنا في 5 صور. أول صورة يلا معايا، دراجة، سيارة، سلة، قلم رصاص، الحذاء. يلا ندور على المواد المصنوعة منها تلك الأشياء. أول حاجة عندي صورة الدراجة. طيب الدراجة مصنوعة من إيه؟ زي ما هو باين قدامي عندي جسم الدراجة مصنوع من إيه؟ من المعدن. طيب وعندي ايد العجله او الدراجه والكرسي مصنوع من ايه؟ من البلاستيك. يعني هنا الدراجه مصنوعه من، برافو، المعدن والبلاستيك. تمام. بعد كده عندي السياره، السياره اللي قدامي دي مصنوعه من ايه؟ يلا معايا كده، ها الزجاج بتاع السياره مصنوع من ايه؟ او النافذه بتاعت السياره مصنوعه من ايه؟ مصنوعه من الزجاج. طيب وجسم السيارة مصنوع من ايه؟ مصنوع من المعدن. يبقى هنا استخدمنا ايه؟ الزجاج والمعدن لعمل السيارة. طيب بعد كده عندي السلة، هنا عندي السلة، الجسم بتاع السلة مصنوع من ايه؟ مصنوع من المعدن. طيب وايد الايد الزرقاء اللي قدامي في الصورة دي مصنوعة من ايه؟ مصنوعة من البلاستيك. يبقى لعمل السلة استخدمنا ايه؟ المعدن، برافو، والبلاستيك. بعد كده عندي صورة الأقلام، الأقلام ديت مصنوعة من إيه؟ هنقول إن جسم القلم مصنوع من الخشب. طيب في بعد كده الجزء اللي بيربط بين القلم والأستيكة، ده مصنوع من إيه؟ مصنوع من المعدن. وكمان الأستيكة ليها برضو صناعة بس هي مش موجودة عندنا هنا دلوقتي. بعد كده عندي الحذاء، الحذاء مصنوع من ايه؟ هنا عندي في الصورة الجزء الأعلى من الحذاء والرباط، هما الاتنين مصنوعين من ايه؟ من القماش. أما الجزء الأسفل مصنوع من البلاستيك. يعني هنا استخدمنا صناعة الحذاء، استخدمنا ايه؟ القماش والبلاستيك. الصفحة اللي بعديها بعنوان ابتكاري الجديد، ارسم فكرتك وابتكر شيئا جديدا وارسم مواد مختلفة تريد استخدامها. هنا هيرسم أي شيء مصنوع من مادتين بس يكونوا مختلفتين على الأقل، ويرسم أي رسمة هو التلميذ يحبها، وأي رسمة التلميذ هيرسمها فهي رسمة صحيحة طالما قادر على تحديد المواد المستخدمة وإزاي يقدر يدمج المواد معا لغرض معين. وهنا ممكن نرسم إيه؟ ممكن نرسم مثلا جاروف، والجاروف هنا عندنا المقبض بتاع الجاروف هيمثل الخشب، ويمثل كمان ايه؟ الجاروف نفسه هيمثل الورق. ممكن نرسم ايه كمان؟ ممكن نرسم دمية، يعني عروسة مثلا، او اي لعبة الراس بتاعها تكون من فين؟ الراس مثلا ممكن تكون من الورق. طيب والجسم مثلا يغطى من القماش. وهنا كده استخدمنا حاجتين، استخدمنا الورق والقماش لعمل الدمية. وبكده انا خلصت الفيديو، لو عجبكم لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في قناتي، قناة ميس مامي التعليمية.